العراقيين يقولون انه هادي العامري لين كان يعني معارض وكان يشتغل ضد النظام، فكان عنده دعم ايراني قوي، كان ثري هادي العامري لانه هسه هو كلش ثري. لا لا لا، احنا شوف استاذي، احنا بايران يمكن 5 نفرات ما عندنا سياره بيكان، اللي هي التوك توك احسن من عندها. كل ما كان عند هذا العاملي سياره ستيشن تودي من كرمانشاه للتنقه، يسموها منطقه اسمها التنقه عسكريه احنا بيها، ومن طيبيت ما يدفع ايجار. كل ملكيه هاي العاملي كانت هناك، وعندي انا يعني تسجيل من ابن عمه كان ويانا يعني بايران ويحكي شلون رحنا اشترينا بيت صغير وشلون ضرب البيت من عندي وشلون سرقني. هذا ان شاء الله ودي لك يا استاذ قحطان، من ابن عمه واحد من مسؤولينا، يعني من المسؤولين داخل منظمه بدر. هذا التسجيل موجود واعتقد اني نشرته. يعني فالثراء اللي شفناه احنا بعد الاحتلال الامريكي، بعد سيطرنا على الجادريه واخذنا الجادريه وبيوت الجادريه وقطع الاراضي الكبيره، الى ان تطورنا وصلنا بالبرلمان، الى ان صارت عندنا بنوك باسامينا، وهاي البنوك الاهليه اللي توصل المنافع مالها لايران، صارت عندنا جامعات اهليه، ما يهمنا ابن العراقي يدفع له 10 12 مليون حتى نخرجه من هاي الجامعه، ما يهمنا هو يصير مؤهل او ما مؤهل، المهم احنا ناخذ فلوسه. لذلك احنا كثرت عندنا الجامعات الاهليه التابعه لاحزابنا مو وسائل العاملي. ومن يحكي قحطاني يقولون كذاب، من اقول لهم بويا هاي الجامعه تابعه للمالكي، هاي الجامعة تابعة لهادي العامر، يقولون لا، وين عندك دليل؟ ما عندك دليل. استاذ قحطان، عندنا للمالك وعندنا للعامري وعندنا العمار الحكيم وعندنا حتى القيس.